Y yo me di mamá nefe. Bilsen, ben yaparım ya. تحية طيبة من عائلة بصك. أنا محمد مبارك، أعمل كخبير في مجال التجارة الخارجية في شركة بصك. تعرف شركتنا بخبرتها في إنتاج أجهزة مراقبة الجودة ذات المعايير الدولية في مجال مراقبة الجودة للمواد الغذائية والحبوب والزيوت والبقوليات والأعلاف. نحن معروفون بالابتكار والتميز كغادة في صناعة أجهزة مراقبة الجودة ذات المعايير الدولية، ونحن نواصل توسيع حدود أعمالنا بشكل دائم من خلال تصدير منتجاتنا إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، ونعمل على نشر ثقافة الجودة بشكل غير محدود إلى العالم. إن ريادتنا العالمية في هذا المجال تم تحقيقها من خلال منتجات عالية الجودة والالتزام برضا العملاء. نحن نقدم الموسوقية والأداء لعملائنا في جميع أنحاء العالم. بدأ من بوتسوانا إلى اليابان، ومن كوريا الجنوبية إلى سريلانكا وإندونيسيا وتايوان. نحن لا نقتصر على إنتاج أجهزة مراقبة الجودة فقط، بل نقدم أيضا حلولا لتلبي كل احتياجات عملائنا. نحن نؤمن بأن النجاح لعملائنا هو نجاحنا الخاص. شركتنا هي غائدة في مجال مراقبة الجودة على الساحة العالمية، ونحن مستعدين وملتزمون بالمضي ضمن والحفاظ على هذه الرياضة.